أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نلاحظ بعد تكفين المرأة أنها تكسى بعباءة سوداء، فهل هذا مخالف للتكفين بالثياب البياض؟ لا، العباءة هذه ما هي بكفن، هذه غطاء يغطونها على النعش عند حملها، ما في بس، ما تكفن المرأة في العباءة، تكفن بالبياض. نعم، لكن يجعلون العباءة الرجل أيضا يجعلون عليه بشت، لا، هذا من باب تغطيته عن الأنظار. نعم.